أنا سعيد بزيارة العمل اللي كتقوم بها زميلتي وصديقتي السيدة سارة بايسولونيانتي وزيرة شؤون الخارجية لجمهورية ليبيريا. هذه أول زيارة ديالها للمغرب وأول زيارة رسمية كتقوم بها لدولة أجنبية منذ تعيينها على رأس دبلوماسية جمهورية ليبيريا، وذلك بعد الانتخابات الناجحة التي شهدتها ليبيريا في شهر نوفمبر، أفرزت فوز فخامة الرئيس جوزيف بواكاي كرئيس جديد لهذا البلد الإفريقي الشقيق. فخامة الرئيس سبق له زار المغرب في منصب آخر في سنة 2009، وبالتالي فهو كذلك من أصدقاء المملكة المغربية. شهدت العلاقات بين ليبيريا والمغرب تطور كبير في السنوات الأخيرة بفضل رؤية جلالة الملك وتعليمات جلالة الملك لتحديد سقف جديد للعلاقة الثنائية بين البلدين والرقي بهذه العلاقات إلى مستوى أكثر بمضمون أكثر وبطموح أكبر. بناء على علاقة الصداقة والمتينة وعلاقة التعاون المثمرة التي تاريخيا تجمع البلدين، ولزاد من توطيد هذه العلاقة هي المواقف الثابتة والإيجابية لليبيريا من قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف اللي تجسد في أكثر من مناسبة وتجسد كذلك من خلال فتح قنصلية لليبيريا في الداخلة في مارس 2020. وكتذكروا بأن ليبيريا كانت من الدول الأولى اللي فتحت قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية. لقاءنا اليوم أنا وزميلتي سارة بايسولو نياتي كان فرصة للحديث حول مجموعة من النقاط. أولا عقد اللجنة المشتركة بين بلدينا واللي غادي تكون في مانروفيا في شهر يوليوز المقبل، وغتبدا الاستعدادات باجتماعات اللي غتحتضنها الاجتماعات التحضيرية اللي غتحتضنها المملكة المغربية قريبا. اتفقنا كذلك على ان غادي نجددوا خريطة الطريق للتعاون بتحديد مجالات القطاعية للتعاون، وبكذلك تحديد القطاعات اللي غادي ترتكز عليها التعاون بين البلدين خلال السنوات المقبلة. كما اننا غادي المغرب غادي يعمل على فتح واحد المركز دبلوماسي في مونروفيا قبل نهاية هذا السنة. تحدثنا كذلك بشكل مطول حول دور البلدين على المستوى الإقليمي، وليبيريا معنية بمبادرات مهمة لجلالة الملك، سواء تلك المرتبطة بالدول الإفريقية الأطلسية، وليبيريا من الدول اللي عندها شاطئ أطلسي كبير ومهم في القارة الإفريقية. تحدثنا كذلك على ليبيريا معنية بمبادرة جلالة الملك المتعلقة بأنبوب الغاز نيجيريا المغرب أوروبا، وهي من الدول اللي غادي معنية مباشرة بهذا المشروع. وكذلك ليبيريا معنية بمبادرة جلالة الملك المتعلقة بربط دول الساحل الإفريقي بدول الأطلسية، وكلها مبادرات مهيكلة مهمة بالنسبة للقارة الإفريقية والمنطقة غرب إفريقيا، وليبيريا عندها فيها واحد الدور مهم. اتفقنا كذلك على أننا نعزو التنسيق والتشاور بيننا حول القضايا الإفريقية، سواء في إطار مجموعة نهر مانو، سواء في إطار الاتحاد الإفريقي، أو في إطار الأمم المتحدة. والمغرب كي يساند الترشيحات ليبيريا إلى المناصب
المهمة في إطار أجهزة الأمم المتحدة. المغرب معالي الوزيرة ملتزم بأن يشتغل مع ليبيريا كشريك كصديق وفق مبدأ الاحترام، وفق مبدأ التضامن، وفق مبدأ رابح رابح الذي ينادي به جلالة الملك، ووفق مبدأ التعاون جنوب جنوب والتعاون بين الدول الإفريقية اللي كيعتبرها جلالة الملك محمد السادس الأساس لإقلاع القارة الإفريقية، لأن إفريقيا كتوفر على كل إمكانيات اللي كتخليها لو أنها نسقنا بعضياتنا، لو أننا اشتغلنا معا بأننا نعتمد على نفسنا للتجاوب مع تطلعات وطموحات الشعوب الإفريقية. مرة أخرى مرحبا بك، ونحن سعداء بهذه الزيارة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.